مرحبا بكم عندي هنا في زغرب. صراحة هذا ثالث موسم لي تاعي في أوروبا. الحمد لله وين قضيت عامين في البرتغال من فوت عامين لا بأس بهم. والحمد لله هذا الموسم الثالث تاعي لي هنا في أوروبا. وتشوف لا ديفيرونس كبيرة بين الاحتراف في أوروبا وتلعب في البطولة الجزائرية. استقبلوني استقبال حار، هذه هي اللي ساعدتني وين تأقلمت بالخف الفريق، وين جيت دخلت في المجموعه لعبت ديريكت. هذيك هي الحاجه اللي ساعدتني اللي سبتها بلوتار كما يقول لك، زعما كي جيت اقلمت ديريكت اللي لعبت كيما لعب ديريكت، هذيك هي اللي ساعدتني. شوف اللي مراني في دينامو زاغرب فريق كبير وفريق عريق، سين لو بليس امبورطون سي كو راني كومبيتيتيف، تسمى نلعب بزاف المباريات مع الفريق تاعي. دوك انا لوبجيكتيف تاعي بور لو مومون دوك نخدم، عندي المونديال راه جاي، تسمى دوك راني ندير دوبل ترافاي باه نكون حاضر للمونديال ان شاء الله. وابري المونديال ان شاء الله اون فافوار اون فا ديسكوتي، ما على باليش انا دروك. الحمد لله انا بور لو مومون راني مرتاح في الفريق تاعي هذا. عنده شعر واحد يا بومزراك بيان سير حاجه باينه من دروك. انا حياتي كومبلي انا في الماكرو، جامي جامي تنسى وين تروح، جامي تنسى وين كنت، وين كاع واش درت، جامي تنسى وين كنت، لازم دائما ترجع وين تفكر وين كنت وين جيت. حاجه باينه باك. حنا في الجزائر كاع ميسكسيو هلال كيفاش هو يدير في لاكرواسي البرد، كيفاش هو عايش منا، حكينا برك حياتك اليوميه كيفاش راك دير. صراحه انا مانيش ما نخرجش بزاف، انايا نجي لونطريمون نريح، نحب نريح بزاف الدار. من ذاك على بالك نخرج مع صحابي نتعشاو برا مع اللاعبين مع مباريات، من نظمو كيما نقول ناكلو نتعشاو برا اونصوم بور ليسبري دو جروب. ابار سا ما لا جورني تاعي سهله بزاف. انا ماكاش بزاف جزائريين هنا، ماكاش كاع براتيك، ماكاش كاين بزاف. كاين واحد صاحبي مهدي كان كيخدم في القنصلية هنا، ذاك الزهر ماكاش عندي انا، ديجا جا شتو شهرين مع دعاد راح، ذاك ما ريحت معاه بزاف. سلم عليه مهدي، مهدي اللي تيم مسكين الثاني هو عاوني مع الاول كي جيت لهنايا. تسمى ما كانش بزاف جزائريين هناك، شاف سي بور سا قلت لك انا اليوميه تاعي سهله بزاف. تسمى لونطريمون صباح وحش الطعام بيان سور تاع الدار، هذيك حاجه باينه تاع العج، حاجه توحشت تسمى بابا يما هما اللي توحشتهم وخاوتي، تسمى هذه حاجه بلا بهم تسمى هاك على بالك. مع دوك الاحتراف ما عندكش بزاف الوقت. وي بيان سور حاجه باينه اللي ما اشتريك من صغير، مي انا كي نهبط الجزائر دائما يجي يشوفوني زعما، هذه لازم نشوفهم انا تسمى ما تسمى بلا والديك تسمى والو. نشكرهم بزاف، توحشتهم بزاف، توحش الوالدين وخاوتي بزاف بزاف. This is Federal. Tell something. I'm impressed. Nice to meet you. Zaire TV. Zaire TV. Zaire Rio. شلف.
No. تي شلف is good. تي شلف is good. شلف شلف. شلف. Voilà. Soudani joue bien, je ne suis pas content quand il ne marque pas, mais il joue son rôle pleinement. C'est un bon joueur et un bon gars. C'est un excellent joueur du Dynamo. Je crois que notre équipe a besoin de deux ou trois joueurs comme Soudani pour devenir plus fort. Donc, ماشي نقولوا سهله ولا صعيبه، هذه مباراه تحضيريه اللي مليحه لينا ان شاء الله كون نربحوها، سي اون بليس نلعبوا قدام البوبليك تاعنا. هذه مباراه تحضيريه للمونديال ان شاء الله، بالك اخر مباراه في الموسم هذه تاع في التحضيرات هذه قبل المونديال. لا دوك مرحبا به، هو دوك اختار الجزائر ان شاء الله، دوك كيما تشوف ان شاء الله يعطينا البليس الفريق الوطني. دوك حاجه باينه هنا في المنتخب الوطني، رانا مجموعه واحده، رانا لاعبين كامل الشبان في ماك، رانا الحمد لله كاين جروب، كاين مجموعه مليحه، و كي يجي ان شاء الله بن طالب ان شاء الله هذاك يسيب المجموعات تستنى فيه ويسهلوا المهمه الاندماج تاعو اللي ان شاء الله بيكون حاضر المباراه. حنا حاجه باينه دوك، حنا درنا خدمه كبيره مع المدرب هذا، الواحد ما ينكرش اللي نهضر على بيرسونال مو انايا على روحي، سي عطاني الفرصه تاعي وين الحمد لله، وين هو عطاني الفرصه تاعي وين انا بينت، وين كان قبله عبد الحق بن شيخه هو اللي استدعاني زعما المنتخب الوطني، مي ديت فرصه تاعي مع المدرب هذا. حاجة باينة دوك، أي واحد يتمنى البقاء تاع المدرب هذا ماشي على جالي أنا ولا دوك، سيكون المدرب هذا عطى البلوس للفريق الوطني، ودائما المدرب يعمل بالقلب تاعو، سيكون هذه حاجة باينة كيما قلت لك. ذيك المشاكل هذوك ما شكيتش، هذه المشاكل اللي أثروا على المجموعة، باسكو مام الرئيس الفدارية يحوس على كيما تقول حفظ مصلحة تاع المنتخب الوطني، هذه حاجة باينة دوك، المدرب يحوس على المصلحة تاعو ومصلحة المنتخب الوطني. دوك بالك ان شاء الله صابو حل يرضي الطرفين كما يقول لك، ان شاء الله احنا ماذا بينا نريح مع المدرب تاعنا. ثم حتى عجبنا نروح بلي لوان بوسيبل كما يقول لك في المونديال، مي ان شاء الله احنا دوك احنا عندنا ثلاث مباريات، ماشي نلعبوا مباراه واحده، عندنا ثلاث مباريات كما قلت لك الساعه نروح نحضروا مليح باه نكونوا واجدين 100% بالك 200% باه ندخلوا المباريات هذو، باسكو دي مباريات تاع مستوى عالي جدا، تسمى لازم لهم تحضير مليح. خاصة دروك الحمد لله دوك ان شاء الله اللاعبين اللي يلعبوا فريق تاعهم ان شاء الله كامل اللاعبين يكونوا حاضرين، ان شاء الله ربي يبعد علينا الاصابات ان شاء الله، هذه الحاجة الاولى باه نكونوا كامل حاضرين ان شاء الله في المونديال. Happiness is